هاي دراسي فينا نستفيد منها بالبريج بالبذور بالشتل. هلا بدنا نزرع على موسم الشتل، هلا في سبانخ، في ملفوف، في سلق. هلا بتجيب فين هي سماد ومواد زراعة عن بريج، جيب فين شوية بذور عشان تجي ان شاء الله. دائما الفلاح بحاجة لأدوات زراعية كمعول او رفش او مقص اسمدة ادوية. شكرهم على الدعم لتطوير المزارعين اللي شغلوا كثير منيح، وشكر منظمة الفاو. نحن يعني كمزارعين صغار بهمنا موضوع الدعم اللي عم يحصل. هذا المشروع استفاد منه حوالي 1000 مزارع في محافظتي عكار وبعلبك-الهرمل، ويتضمن المشروع في توزيع قسائم شرائية بقيمة 200 دولار لكل قسيمة لكل مزارع، لكي يستفيد منها المزارع لشراء احتياجاته من المدخلات الزراعية من موزعين هذه المدخلات، وخاصة بسبب ارتفاع أسعار هذه المدخلات مع ارتفاع سعر الدولار. ونأمل أن نتوسع في إعادة هذا المشروع في مناطق أخرى، ونحن الآن بصدد مناقشة مع الجهات المانحة للتمكن من توسيعه على جميع المناطق، وعدد أكبر من المزارعين يستفيدوا من هذا المشروع.